هي تبغى نروح اليوم؟ انت اللي تسوق وعلى هواك. ليش؟ احسك مستحي. والله ما ادري، ما تعودت يا اخي اكون راكب، بالعاده اللي انا اللي اسوق. طيب تبغى تسوق تعال. لا لا سوق 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 انت. المهم انك مشينا وكذا، وكبنا عين لمقريه وعين للمعارة حقنا وكذا يعني. مالك معصب علي؟ ما سويت انا من العصر حتى ذحينا فيانك. والله مع اخوك في مسيار نتمشى وكذا. طيب اقل شيء دق اسال، يمكن نبغى حاجه مو كذا؟ جده جدي الله يرحمه كان زي ابويا، يطلع ما يقول لك شي. جدك كان ونعم الرجل، ما ابوك هذا الفاخر. يعني كيف؟ ما فهمت، وضحي اكثر. مال ابويا تكلمي وعلي صوتك. اقول ابوك مو حق بيت ولا حق حرمه ولا حتى عيال، ضايح. هي في عادمي يطلع من نبت العصر ويرجع مع ذا الفجر؟ لا وهو مزوج وعنده عيال. يا رب لا تجعلني من المخربين. مالك جبران؟ ما هم عاد هذه السالفة المفروض تذكرونها في برنامجكم انت وخالي حسن. اسمع يا بابا، اقول ابوك مو حق بيت ولا حق حرمة ولا حتى هي، ضايح. هي في عادمي يطلع من نبت العصر ويرجع مع ذا الفجر. افا يا ذا العلم. على عشاكم، هذا العشاء واجب وحكي علي، واتمنى علي يسامحني، كان في لحظة غضب انا. مسموحة يا عمة، انت مقام الوالدة، الله يفضحك يا جبران. خالي حسن، هاي كيف ضبطك بمعش ولا لا؟ الله يرضى عليك يا جبران، بس لا تعيد عيب هذه المهرة. ما تحسون الوضع طفش؟ والله صادق طفش. طيب عندك حل؟ في حل، بس لازم نسمع بابا بالاول. ما دام انك تقول عندك حل، الحق علينا بينه ما هو. ايوه بس الحل هذا يبغاله مجهود، يبغاله فلوس، يعني طلع مقرنقش. والله اني داري، قول بس خلينا نسمع ما هو اقتراحه. الحل السهل، نروح اقرب كافي او اقرب كشك ناخذ من عندهم قهوه او عصير، وبعدها نروح البحر نروق ونستمتع بالاجواء. والله فكره فنانه ورهيبه، ها ما اقولك علي. خلاص تم تم اوكي. ما مشروبكم جهالة؟ انا ابغى موكا اوريو مع كرسون جبنة. ما شاء الله، والله شايش اطلب زيك يا جبران. وانت يا حسن ما تبغى؟ انا شمرسة. اسا كيف تستظرف دمك؟ ترى شوف لو اطلب ويقول لي ما في، والله ما لي دخل، تقعد كذا بدون اي حاجة، لا مشروب ولا ماكل. لا لا امزح امزح، ايه ما حد يستظرف عندكم ويخف دمه. طيب ما تبغى اخلص. خلاص ابغى زيك انت وجبران. اداب. ترى بنزلك اهجود. يا رب الشخصية القوية. يعني احنا ما نصدق بهذه الاجواء الحلوة؟ يا دوب نستمتع الا بنامس اجاك. النامس اياما برد، ام ذباب اياما حار. تبغلنا نلعب لعبة؟ ما هذه اللعبة؟ انا اوريكم صور واللي يجيبها صح ياخذ نقطة. تمام تمام فكرة فنانة. طيب والفايز وش له؟ اعشي على حسابي. دوس يا جبران. ما يلا ها الصورة الأولى. ما هذي مارة، تقرب علي. والله واضحة ما يحتاج يقرب من جوا. طيب جاوب. هذي سلمك الله واحد معاه أسماك قرش. غلط. طيب جاوب. مزنك في قرشين. عسى كيف جبران، ما هذا الشغل. طب هذا ما هو جوالي. غلط.
الا جوال بشعر وجوال بدون شعر. غلط. ها جاوب. يا وجاوب. الجوال الاول ما اسمه؟ لحظه، مكتوب عليه اوبو، مدري اوبو اعتقد، يا اوبو. والجوال الثاني اللي بشعر امه، يعني الاول ابوه ام ثاني امه. علي ابنك هذا مو مضبوط صدقني. للاسف مستوى. طب هذا ايش؟ هذه عاد سهلة، بندانة. طب كمل الإجابة. أنا أكملها، الثانية صلعة. غلط، الأولى بندانة والثانية حرانة. أنا أقول أقوم أكسر هذا الجوال على راسك أحسن، والله تفعل خير يا حسن. طب خلاص أوعدكم هذه آخر صورة وراح تكون سهلة، لأن لكم في التاريخ وكذا. أيوة كذا أحسن، خلنا نثقف شوية بدل هذه السخافات. ها من هذا؟ هذا السلطان محمد الفاتح. طيب واللي جنبه؟ واللي جنبه هو برضو بس اعتقد مصورة بيض واسود. ودي اقول لكم صح بس غلط. كيف غلط؟ الاول سلطان الفاتح والثاني سلطان الغامر. مخرج خلي الحلقة تنتهي عشان ما انهي حياته.